جول اول العراق يسجله اللاعب سامر سعيد. المنتخب الكوري الجنوبي يضغط ويهاجم ويضيع الفرصة الاخرى، ولكن المرعب يونس محمود. ويونس محمود انطلق بتمريرة حلوة قوي الحقيقة من احمد عبد علي محمد، وادي يحيى علوان. يا سلام على الكرة الحلوة، يا سلام على الروح والاصرار والعزيمة، هي ده اللي احنا قلنا عليه. قلنا في فوارق للمنتخب الكوري الجنوبي، لكن اصرار وروح وعزيمة وانطلاق. ويسجل سامر سعيد، حلو قوي الحقيقه. احمد عبد علي محمد، يلعبها حلوه ليونس. شوف حضراتكم يونس، بص شوف يونس بيعمل ايه، يعدي حلو قوي من كيم يونج، وادي امامنا والله فيها لمسه يد، لكن ايه، حسم الامر وسجلها سامر سعيد. ادي الاعاده. شوف حضراتكم لمسه اليد على كيم جين كيو، لكن امامنا الاصرار، اصرار اصرار سامر سعيد. يضعها سامر سعيد، متابعه حلوه يا سامر سعيد، واكيد الكل سعيد بهدف سامر سعيد.